المباني التاريخية للمهندس أحمد حامد بك. العدد السابع من بيم أرابيا. أحمد حامد بك عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز كلية تصاميم البيئة قسم الجيوماتكس، حاليا في مرحلة الدكتوراه في نمذجة معلومات البناء البيم من جامعة كلية لندن UCL لندن المملكة المتحدة، ماجستير في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة RMIT University ملبورن استراليا، بكالوريوس في العمارة من جامعة الملك عبد العزيز كلية تصاميم البيئة جدة المملكة العربية السعودية، متخصص في تقنية نمذجة معلومات البناء ومتخصص في العمارة الإسلامية والمباني التاريخية. ما هو التعريف المناسب لنمذجة معلومات البناء من منظور الاستخدام في المباني التاريخية؟ التعريف المناسب لنمذجة معلومات البناء للمباني التاريخية هو التمثيل الرقمي للخصائص الفيزيائية والوظيفية للمباني التاريخية بناء على الحالة المعاصرة للمبنى التاريخي، مع الأخذ في الاعتبار جميع المراحل التي مر بها المبنى من إضافات وتعديلات وأعمال ترميم وصيانة. بشكل مبسط، كيف يمكن تطبيق نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية؟ تطبيق نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية يتم على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة جمع البيانات من الموقع، ودائما ما يستخدم فيها تقنية المسح الليزري ليزر سكانينج وتقنية التصوير المساحي المعماري لجمع أكبر قدر من التفاصيل وبدقة وجودة عالية. المرحلة الثانية هي مرحلة معالجة هذه البيانات. المرحلة الثالثة هي مرحلة بناء النموذج اعتمادا على المعلومات المتوفرة من المسح الليزري والتصوير المساحي المعماري، وهي معلومات متوفرة عن الموقع كالمخططات المعمارية تقارير وأعمال الترميم والصيانة وغيرها من المعلومات. ما هي الفوائد المتوقعة من استخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية؟ فوائد استخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية كثيرة. تبدأ بتوثيق المبنى التاريخي توثيقا شاملا ومن جميع النواحي المادية والغير مادية، بالإضافة إلى فهم المبنى التاريخي وعناصره المعمارية وعمل تحليلات ودراسات للأساسات والبنية التحتية وأي مشاكل متوقعة في المستقبل، وتحديد المواقع المتضررة في المبنى التاريخي ومتابعة المبنى التاريخي خلال دورة حياته، والأهم من ذلك إعطاء صورة شاملة لأصحاب القرار بمشاركة هذا النموذج معهم مما يساعد على اتخاذ القرار الصحيح اتجاه هذه المباني التاريخية. وأيضا من الممكن الاستفادة من نمذجة معلومات المباني التاريخية إلى إنشاء مكتبة معمارية متخصصة للمباني التاريخية تتضمن جميع التفاصيل والعناصر المعمارية الخاصة بمثل هذه المباني، وأيضا من الممكن استخدامها في المشاريع الحديثة مما يساعد على الحفاظ على أصالة هذه العناصر وبالنسب الذهبية لها. هل هناك عوائق تمنع استخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية؟ العوائق التي تمنع استخدام نمذجة البناء للمباني التاريخية يمكن تقسيمها إلى التالي: أولا، صعوبات في المواقع التاريخية والتي تكمن في تعقيدها من عدة نواحي، تعقيدات جغرافية في الموقع أو هندسية في شكل المبنى من حيث التصميم وغير ذلك، تعقيدات في الحصول على تصاريح من الجهة المسؤولة أو المالكة للموقع، بالإضافة إلى خطورة بعض المواقع والمباني التاريخية خاصة تلك المهددة بالانهيار. ثانيا، صعوبات تقنية وتكمن في عدم وجود مكتبة معمارية لمثل هذه المباني التاريخية والعناصر المعمارية التي تتميز بها، في حين أن المكتبة المعمارية للمباني الحديثة غنية جدا بالتفاصيل المعمارية أو كما يطلق عليها بلوكات. فعلى سبيل المثال، إذا بحثت في أي من برامج نمذجة معلومات البناء عن باب أو نافذة معينة فقد تجد العديد من الأشكال والتصاميم، وقد تجدها هي ذاتها من المصنع المنتج لها، وكل ما عليك هو أن تضيفها أو تدرجها في الموديل. في الجهة المقابلة، عنصر معماري تاريخي كالرواشين أو المشربيات من الصعب جدا أن تجدها، بل يجب إعادة بنائه من البداية حتى يتناسب مع المبنى التاريخي. هذا بالإضافة لعدم وجود معظم المواد المعمارية المستخدمة في مثل هذه المباني، على سبيل المثال الحجر المنقبي. أخيرا، مشاكل وعوائق مادية تكمن في ارتفاع تكاليف استخدام التقنية كتقنية المسح الليزري، بالإضافة لارتفاع تكاليف نمذجة المباني التاريخية وقلة المتخصصين في هذا المجال على المستوى المحلي والعالمي. ما أهم التقنيات لتحويل المبنى لموديل ثلاثي الأبعاد؟ وهل يمكن تحويل مباني ضخمة مثل معابد الأقصر وأبو الهول؟ بالنسبة للتقنيات المستخدمة لتحويل المبنى لنموذج ثلاثي الأبعاد كثيرة، لكن إلى الآن لا توجد تقنية لتحويل المبنى التاريخي أو المباني الموجودة مباشرة إلى نموذج كامل وبطريقة أوتوماتيكية كاملة. والتقنيات المتقدمة المستخدمة في كثير من المواقع التاريخية في أوروبا هي تقنية المسح الليزري والتصوير المساحي المعماري، وبعد ذلك يتم نمذجتها باستخدام الطريقة الأوتوماتيكية للأجزاء المعرفة مسبقا كقنوات الصرف والتكييف والكهرباء،
بينما الأجزاء الأكثر تعقيدا وقدما غالبا ما يتم نمزجتها اعتمادا على المختصين بالنمزجة. عذرا. بالنسبة للمباني التاريخية الضخمة كمعبد الأقصر وغيرها من المباني التاريخية، استخدام نمزجة البناء فيها ليس بالأمر الصعب، لكن الصعوبة تكمن في معرفة ما خلف الحوائط. على سبيل المثال، في كثير من المباني التاريخية يقوم المختصين بدراسة أجزاء من الحوائط لمعرفة طريقة البناء والخصائص الفيزيائية لها، لكن في كثير من الأحيان بعض العناصر الإنشائية تكون غير مرئية، مما قد يؤدي إلى استخدام الطريقة أو العنصر الإنشائي الخطأ من قبل المختص. في هذه الحالة يتم استخدام وسائل أكثر تقدما كإكسريف وغيرها XRF وغيرها لبناء نماذج صحيح والحصول على التحليلات والدراسات المطلوبة بصورة صحيحة. إلى أي مستوى يمكن أن تصل مستوى التفاصيل عند استخدام نمزجة معلومات البناء في المباني التاريخية؟ على سبيل المثال، هل النمزجة تقتصر على نمزجة القشرة الخارجية فقط أو تشمل كميات ومواصفات المواد المستخدمة؟ درجة التفاصيل تختلف باختلاف الهدف من استخدام نموذج معلومات البناء للمباني التاريخية، وهنا يجب التفريق بين استخدام نمزجة معلومات البناء وبين استخدام طرق المسح المتقدمة كالمسح الليزري. نعم، بالنسبة للمسح الليزري فإن المخرجات منه تكون القشرة الخارجية للحوائط والعنصر المراد عمل المسح له. على سبيل المثال، إذا أردنا عمل مسح ليزري على مبنى تاريخي في المخرجات، تكون القشرة الخارجية للمبنى من الداخل والخارج. في هذه الحالة نستطيع إنتاج مجسم ثلاثي الأبعاد والمساقط الأفقية والواجهات، وهذه المعلومات المنتجة قد تستخدم في العرض والواقع الافتراضي وبعض التحليلات والدراسات، لكن من الصعب استخدامها في حساب الكميات ومواصفات المواد وغيرها. دور نمزجة معلومات البناء للمباني التاريخية هو تحويل مخرجات المسح الليزري إلى موديل كامل بحيث يحتوي على الكميات ومواصفات المباني الفيزيائية وخواص المواد المستخدمة وغيرها من الاستخدامات المعروفة لنمزجة معلومات البناء. هل يتم إضافة البعد الرابع الزمن لكن بشكل تاريخي وليس تخطيطي للنموذج؟ هل يتم استخدام المعطيات لكشف ما إذا كان المبنى بني دفعة واحدة أم على عدة حقبات زمنية؟ إضافة البعد الرابع للمبنى التاريخي من أهم مخرجات نمزجة معلومات البناء للمباني التاريخية. بالاعتماد على نمزجة معلومات البناء، كثيرا ما تظهر تفاصيل معمارية أو عناصر إنشائية تثبت فترات بناء المبنى التاريخي وأي زيادات أو تعديلات على المبنى. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمباني التاريخية في مدينة جدة، قد نجد أن المبنى مكون من ثلاث طوابق والواجهات توحي بأن المبنى بني دفعة واحدة، ولكن عند بناء نموذج معلومات البناء وعمل دراسات تحليلية عليه، نجد تفاصيل صغيرة كشكل عنصر المنجور واختلافه بين الطابقين الأول والثاني بالمقارنة مع الطابق الثالث، وبالإضافة إلى اختلاف التفاصيل الجمالية للرواشين والمشربيات مقارنة بين الأجزاء القديمة والأقدم منها، ومثبت صحة هذه المعطيات التقارير والمعلومات والصور التاريخية المتوفرة في المبنى. كيف يمكن التقليل من حجم ملفات بوينت كلاود الضخمة؟ من أهم التحديات في مجال استخدام المسح الليزري هو حجم وكمية البيانات المنتجة منه، والتي قد تشكل تحديات وصعوبات في معالجتها ونقلها. والحل هذه المشكلة هناك عدة طرق، أبسطها هو إعداد الموقع وعمل خطة مسح ليزري جيدة بحيث يتم تحديد الهدف المطلوب واختيار الزاوية الواضحة بحيث يتم عمل أقل قدر من النقاط المشتركة للمسح الليزري مع مراعاة اختيار الدقة المطلوبة للمسح الليزري. من مميزات استخدام نمزجة البناء في المباني التاريخية هو الاستغناء عن ملفات البوينت كلاود بعد الانتهاء من النمزجة بصفة قد تصل إلى الاستغناء الكلي عنها، والاعتماد على نموذج معلومات البناء في التحليلات والدراسات والعرض وغيرها. ما هي أبرز المباني التاريخية العالمية أو العربية التي تم استخدام نمزجة معلومات البناء في الرفع المساحي لتفاصيلها؟ تم استخدام تقنية نمزجة معلومات المباني في كثير من المشاريع العالمية، ولكن للأسف قليل هي المشاريع التي تستخدم فيها لغرض المباني والمواقع التاريخية. وكثير من هذه المواقع التاريخية التي تم استخدام نمزجة معلومات البناء فيها توجد في إيطاليا والمملكة المتحدة وكندا وأسبانيا. ومن أشهر المشاريع التاريخية التي تم استخدام نمزجة معلومات البناء فيها كاتدرائيس غاردا فاميليا للمعماري أنتوني جاودي الذي تم البدء فيها 1882 إلى الآن، وقد ساعدت تقنية نمزجة معلومات البناء في بناء كثير من العناصر المعقدة للمبنى التي من الصعب بناؤها في ذلك الوقت. هل هناك مناهج دراسية أو دورات تدريبية سواء لاستخدام نمزجة معلومات البناء في المباني التاريخية؟ في الوقت الحالي هناك الكثير من المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات المهتمة بنمزجة معلومات البناء في المباني التاريخية، وخاصة في بريطانيا وإيطاليا وبدرجة أقل في أسبانيا.
ودائما ما تكون مصاحبة المؤتمرات العالمية في مجال التراث والترميم كمؤتمرات CIBA وديجيتال هيرتينجز. ما هي أبرز المنظمات العالمية العربية التي قامت باستخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية؟ وما هي أبرز المشاريع المستفادة؟ بعد دعم الحكومة البريطانية لفكرة استخدام نمذجة معلومات البناء للمشاريع الحديثة التي تتجاوز تكلفتها 5 ملايين جنيه استرليني، اتجهت الأنظار إلى الفوائد الممكنة من استخدام هذه التقنية في المباني والمشاريع الموجودة حاليا والمباني التاريخية. من ضمن المنظمات الداعمة لهذه التوجه English Heritage. بالنسبة لأبرز المشاريع المستفيدة من تقنية نمذجة معلومات البناء للمباني التاريخية، للأسف قليلة العدد، من ضمنها كترعية ساغاردا فاميليا في أسبانيا كما ذكر سابقا، قلعة مسكرة في إيطاليا، وعربيا تشرفت بعمل نموذج كامل مبنى بيت نصيف التاريخي بجدة. ما هي أبرز التخصصات التي تتقاطع مع استخدام نمذجة المعلومات البناء في المباني التاريخية؟ وهل انعكس ذلك على التعرف على المواد المستخدمة في بناء المباني القديمة؟ أبرز التخصصات التي تتقاطع مع استخدام نمذجة معلومات البناء في المباني التاريخية كثيرة، وتشمل الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وكيمياء المواد والاستدامة والتاريخ والتراث، بالإضافة لتخصص الجيوماتكس والتصوير المساحي. وهذه التخصصات تساهم بشكل كبير وغير مباشر في إثراء نمذجة معلومات البناء للمباني التاريخية في العديد من الجوانب، من ضمنها التعرف على المواد المستخدمة وطرق البناء القديمة وطرق ترميم وصيانة هذه المباني الأثرية.